بتركها لنقدر نحكي انا وياك. رح اتركها تروح بس اتاكد اني حر وما تلحقوني. لازم تروح لا. معي جكاريا، انت طلعت من السجن بكفاله وخالفت شروطك. انا ما عاد عندي شيء اخسره هلا. لا ما رح ارجع على السجن لو بدي اقتلها. لا رح اقتل كل من بيوقف بوشي. انت واحد مجنون. لاخر مره عم قلك سلم حالك. هالشي مستحيل، بدي اخذها واهرب. لا توثق بحالك لهالدرجه. الين ليلي طمنيني شو صار. نحن من شوي رجعنا على البيت وانت طمني. شو مشان صوفيا؟ قولي لي كيف بنتنا؟ صوفيا ماتت جيرمانو، ماتت بحضني. بس هالمرة عن جد. واخيرا بنتنا ارتاحت يا ليلي، ارتاحت من العذاب اللي كانت عايشته. حاولنا كتير أنا وفابينو نحكي معك بس ما عندك تغطية. وينك أنت هلأ؟ نحن عند وادي بيبعد شي 60 كيلومتر عن ريو دي جنيرو، وجاكاريا الشرطة محاصرته وإليزا معه. ليش إليزا معه لهلأ؟ ليه عم يهددنا بده يقتلها؟ أنا خايف كتير يا ليلي. ساعدوني. ما بقى أتحمل أخسر بنتي التانية بسببه. طول بالك جيرمانو وهدي حالك. ليلي خرسي، أنا بحبك يا روحي. أنا بحبك كتير يا حبيبتي. أنت ليش عم تحكي هيك جيرمانو؟ ما بدي هيك تنسي هذا الشيء أبدا يا ليلي. أنت المرة الوحيدة بحياتي اللي حبيتها وبعدني بحبها. جيرمانو. دكتور دكتور جيرمانو.